حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج في المنتصف، والبدايه من ليبيا، حيث اكد المجتمعون في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بضروره دعم السلطه الجديده حتى تتمكن من عقد الانتخابات في موعدها، وكذلك اخراج القوات الاجنبيه وتوحيد المؤسسات، وهو ما طرح تساؤلات عن اليه تنفيذ ذلك. حول هذا الموضوع رحب بضيفي عبر السكايب السيد بدر شنيبة، المحلل السياسي الليبي. سيد شنيبة، بداية، كيف تعلق على ما جرى يوم أمس من انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهدينك الكرام. ما جرى يوم أمس هو يعني عملية تقييم دولية لمخرجات برلين 1 عام 2020، يعني يناير 2020، وبالتالي هي محاولة للمجتمع الدولي يعني إعادة تقييم الأمور في المسار العملية السياسية في ليبيا بعد وقف إطلاق النار، وكذلك محاولة يعني التوافق حول النقاط التي لا تزال عالقة في هذا يعني هذا المسار، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وإقرار التشريعات اللازمة للعملية الانتخابية القادمة في 24 ديسمبر القادم. وبالتالي يعني شهدنا حضور دولي، يعني هذه المرة اختلف يعني التمثيل، كان باهتا بعض الشيء لدى بعض الدول، وكان يعني رفيعا، وكان النقطة اللافتة هي حضور ليبيا بممثلة في حكومة الوحدة الوطنية لأول مرة تمثل ليبيا حكومة واحدة، وهذا يعني ساعد في إيصال الرؤية الليبية إلى المجتمع الدولي ومحاولة يعني إيصال يعني مطالب الشعب الليبي الى المجتمع الدولي، بحيث يمكن توفيق الرؤى بين كافه الاطراف من اجل الخروج ببيان واحد. هناك بعض النقاط في هذا البيان، وملتقى برلين يعني يمكن ان نفهمه من التحركات التي سبقته. هناك عده تحركات دبلوماسيه سبقت ملتقى برلين 2، كان ابرزها قمه الناتو الاسبوع الماضي، وكان النقاش بين الدول الغربيه المنضويه تحت الناتو حول كيفيه الخروج برؤيه واحده لحل مشكله المرتزقه والمقاتلين الاجانب والقوات الاجنبيه. ويعني يبدو ان هناك توافق بعض الشيء، ولكن هذا التوافق لم يستتب بشكل كامل، ننتظر الاسابيع القادمه لوضوح الرؤيه بشكل كامل. وهنا لوضوح الرؤيه سيد شنيبة، في مسألة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، شاهدنا غياب أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن هذا المؤتمر، وهذا يعني بعث بحسب البعض قلقا بأن روسيا لا تريد إخراج المرتزقة من ليبيا، هل هذا صحيح؟ ما وجه ذلك برأيك؟ أعتقد من وجهة نظري أن حضور روسيا بنائب رئيس نائب وزير الخارجية هي رسالة روسية بأن يعني لا تحمل رسالتين، أو نستطيع فهم يعني شيئين من هذا التمثيل. هو الأولى عدم رغبة روسيا في يعني الاستمرار في عملية سحب يعني أو الخضوع للضغط الدولي لسحب مرتزقة فاغنر، كونها هي لا تعترف بتبعيتهم لها بالدرجة الأولى، وأيضا بقاء مرتزقة فاغنر هناك يعني هي عامل مهم في السياسة الخارجية الروسية وسياسة روسيا في التوسع ومحاصرة دول الناتو. ثانيا، بعد التفاهمات في قمة الناتو التي رشحت من قمة الناتو في بروكسل قبل 10 أيام، بات واضحا أن دول الناتو تفاهمت يعني توافقت بدرجة أكبر بأن الخطر الروسي متمثل في مرتزقة فاغنر هو الخطر الأساسي الذي يواجه الناتو، وبالتالي يعني استشعرت روسيا أن قمة أو مؤتمر برلين 2 سيكون بداية الضغط الدولي على روسيا وحشرها في الزاوية، لذلك يعني بادرت بإرسال نائب وزير الخارجية، وهو تقليل في التمثيل الدبلوماسي لروسيا عن مؤتمر برلين 1، كرسالة منها أنها تعلم أن مخرجات برلين هي عبارة عن يعني جاهزة من طرف الدول الغربية بما يخدم مصالحها ضد المصالح الروسية، ولذلك أعتقد أن روسيا ستحاول في المدة القادمة التلاعب والتهرب من مسؤولياتها ضمن سحب مرتزقة فاغنر، وأيضا محاولة التلاعب أيضا عن طريق الأطراف الداخلية في ليبيا من أجل
يعني مساومه الوجود المتزقه، وجود متزقه فاغنر بالوجود للخبراء والمدربين الاتراك في الطرف الاخر. لكن سيد شنيبة، كيف ترى تعليق حفتر وبيانه حول ذاك المؤتمر؟ وذكر حفتر دعمه العملية السياسية ومؤتمر برلين ومخرجاته، وأيضا مشيرا إلى دعم إخراج إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات المرتقبة وعدم السماح بتأخير أو تعطيل العملية السياسية من قبل أي جهة بحسب زعمه. بالنسبة لحفتر، كيف تقرأ هذه التصريحات وإن صح التعبير المغازلة لمؤتمر برلين الثاني؟ هو بالفعل هو البيان يعتبر مغازلة، كون أن يعني معسكر عملية الكرامة وبقيادة خليفة حفتر استشعر في المدة الماضية عمليات أن حجمه السياسي قد تضاءل بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد، وبالتالي يعني حاول في هذا البيان ارسال رساله، وطبعا بعد ايضا كان يامل بوجود ممثل له في عمليه في مؤتمر برلين، وبالتالي عندما وجد نفسه خارج مؤتمر برلين اثنين حاول ارسال رساله يعني يرسل فيها او يحمل فيها بعض النقاط التي يؤكد نفسه على تواجده كرقم مهم في الساحه الليبيه، وبعض الرسائل السياسيه مثل مطالبته بقاعده دستوريه تسمح بالجميع بالمشاركه، وهي رساله واضحه برفضه لمسوده قاعده دستوريه التي خرجت من منطق الحوار مؤخرا، والتي تنص على عدم ترشح من يحمل جنسيتين او لديه رتبه في او هو عامل في المؤسسه العسكريه، وبالتالي هاتان اللقطتان هما يضران بمصالح حفتر كونه يحمل الجنسيه الامريكيه وهو عسكري في القوات المسلحه، وبالتالي هذه الرساله هي محاوله من حفتر لمحاوله يعني فرض نفسه في المشهد السياسي الليبي بشكل اقوى، ومحاوله يعني ارسال رسائل بانه لا زال مسيطرا على الارض خاصه بعد تحركاته الاخيره في الجنوب الغربي لليبيا وفرض بسط سيطرته على بعض المناطق، بالتالي يحاول تسجيل بعض النقاط في المشهد السياسي الليبي في المدة القادمة. وأنا أعتقد أن من يهدد عملية الانتخابية في ليبيا هو الجانب الأمني، وخليفة حفتر مسؤول بشكل كبير على هذا، على تدهور الجانب الأمني باستفزازاته المستمرة للسلطة الجديدة، وعمليته الأخيرة التي أطلقها في الجنوب تأتي في إطار السيطرة على دوائر انتخابية مهمة تحسم أي صراع انتخابي مستقبلي، ولا يمكن أي ضمان أي عملية انتخابية شفافة في مناطق يسيطر على تسيطر عليها يعني. وهنا أيضا هذه النقطة حفتر. ربما والمعضلة إن صح التعبير والمعادلة التي يتبعها حفتر يعني يتوجه إلى الجنوب الغرب الليبي دون إذن من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القائد عام للقوات المسلحة، وأيضا وزير الدفاع عبد الحميد البيبة رئيس الحكومة الحالية، وبينما يغازل إن صح التعبير المجتمعين في مؤتمر برلين. كيف تفسر هذا التناقض إن صح التعبير؟ هو هذا يعني هذا ما يجعل حفتر مستمرا في الساحة الليبية، هو دائما يعمل على عدة خطط متوازية، يقوي نفسه او يقوي مكانته على الأرض مدركا بان لا مكان سياسي له اذا لم يكن له تواجدا على الأرض. حاول ذلك سابقا بإغلاقه للحقول النفطية والسيطرة عليها، حاول ذلك بالهجوم على العاصمة في وعدوانه عام 2019، محاولة قلب الطاولة على العملية السياسية بالكامل والسيطرة على البلاد، والآن يحاول مجددا بالتوسع جنوب ليبيا، وبالتالي يفرض واقع جديد يعزز من دوره في العملية السياسية، وبالتالي يصبح عملية تهميشه أو محاصرته سياسيا عملية صعبة، كون أن الواقع العسكري والميداني هو يعني لصالح حفتر، وبالتالي الآن بعد سيطرته على الجنوب يعني يمكن يعني أن يسيطر على 7 دوائر انتخابية من أصل 13 دائرة انتخابية، وهذا يشكل معلم كبير إذا ما جرت العملية الانتخابية، وإذا لم تحدث أي ضمانات من المجتمع الدولي وضغوط بضمان نزاهة وعدالة وشفافية العملية، يمكن نشهد عمليات تزوير، عمليات قمع للحريات والتعبير وإخراج للمرشحين المعارضين لحفتر، وبالتالي يضمن سيطرته السياسية على مخرجات العملية الانتخابية القادمة، بما يجعله يعني مستمرا في تأثيره على المشهد السياسي الليبي. وهنا سيد شنيبة، ماذا تقول لمن يتحدث بأن مؤتمر اثنان هو ركز على
تركيا وإخراج الجانب القوات التركية من ليبيا، وهو مستهدف فقط الجانب الغربي من ليبيا وليس الجانبين الغربي والشرقي من ليبيا، كيف تعلق على ذلك؟ يعني هي هنا في مخرجات برلين 2 يعني كانت هي عبارة في بين الأطراف الغربية، هي كانت متممة لقمة الناتو. قمة الناتو حسب ما ترشح منها بعد لقاءات تركية فرنسية تركية أمريكية، حسب ما فهم منها هو يعني محاولة إعطاء مظلة قانونية أكبر دولية أكبر لتواجد تركيا عبر الناتو في تدريب وتأهيل المؤسسة العسكرية الليبية، واستمرار الضغط ورفع الضغط على الجانب العسكري الروسي متمثلة في منتزقة فاغنر، وضرورة إخراج المقاتلين غير المحترفين مثل الجنجاويد والمعارضة التشادية والسوريين. ولكن في وبالتالي كانت الرؤية الغربية شبه موحدة على هذا النهج بأن تخرج المقاتلين غير المحترفين أولا، ثم المرتزقة فاغنر، ثم إعطاء مظلة الناتو للتواجد التركي بحيث يساهم في إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية الليبية. ولكن ما ظهر في مؤتمر برلين يبدو أن التباين بين الكتلة الغربية لازال مستمرا، خاصة فيما يتعلق بين يعني بين الرأي السياسة الخارجية الفرنسية والألمانية، واللتان لا تزالا يحاولا مساواة الوضع القانوني بين تواجد فاغنر الغير شرعي وهم مرتزقة، وبين تواجد المدربين والخبراء الأتراك الذين جاءوا عبر عملية وتوقيع اتفاقية قانونية اعترفت بها الأمم المتحدة. وهذا الرأي تؤيده الولايات المتحدة بأن على مرتزقة فاغنر الخروج أولا، ثم تدبير مناقشة مستقبل القوات التركية. لكن فرنسا لازالت تحاول شق الصف الغربي بمحاولة يعني موازنة الكفة، وهذا يرجع لدعمها لعملية الكرامة وخليفة حفتر، وهي تخشى إذا ما تم سحب مرتزقة فاغنر أولا تصبح قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر بدون غطاء عسكري، ويصبح ظهرها مكشوفا ضد القوات الشرعية، وقد يمكن ذلك من يعني خلخلة التوازن القوة في ليبيا لصالح حكومة الوحدة الوطنية وقوات عملية بركان الغضب سابقا بدعم تركيا، وهذا ما لا تريده فرنسا كونها هي داعم أساسي لخليفة حفتر بالإضافة إلى مصر والإمارات. لكن أيضا دعني أركز معك في تصريحات لدبيبة وحديث عن موضوع المصالحة الوطنية وإنجاز القاعدة الدستورية في البلاد والحوار وبين الليبيين لإنجاز هذا الملف، هل تعتقد بأن ما تم يعني التطرق إليه في هذا المؤتمر بخصوص هذا الشأن والمصالحة الوطنية في ليبيا يمكن تحقيقه الآن؟ بخصوص المصالحة، هو أكثر ملف يعتبر خارج إطار الضغط الدولي والسيطرة الدولية. ملف المصالحة هو يحتاج إلى رؤية داخلية وإلى مكاشفة ومصارحة بين الليبيين أنفسهم. لدينا تجارب ناجحة في عملية المصالحة بين مكونات الشعب الليبي، رأينا مصالحة مدينة تورغاء ومدينة مصراتة وعودة النازحين والمهجرين من إلى ديارهم وجبر الضرر. ولكن يعني إذا ما يعني هذا الملف لا زال قيد الأدراج يعني طيط الأدراج الموصدة، رأينا وهو مسؤولية المجلس الرئاسي بالدرجة الأولى، رأينا المجلس الرئاسي يعلن عن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة، لكن هذه الخطوات لا تزال في بدايتها وتحتاج إلى جهد وزخم أكبر وحوار مجتمعي يعني يصل في النهاية إلى مذكرة واضحة لعملية المصالحة بين مكونات الشعب الليبي، عملية جبر الضرر وتحويل المجرمين إلى القضاء، عملية تفعيل القضاء هي الأخرى تواجه مشاكل جمة، لازال القضاء غير لا يملك الثقة بين الليبيين، وبالتالي لازال عملية حل المشاكل وملف الإجرام والمشاكل المسلحة بين كل الأطراف الليبية لازالت تبقى
يعني في تتواجه عقبات كبيرة، ولكن إذا ما تمت أو إذا ما وجدت شخصيات بارزة لديها ثقل على عملية المكاشفة والحوار بين مكونات المجتمع الليبي وبين قبائله، أعتقد هذا الملف سيشهد حركة سريعة، لأن الكل يتفق على عودة المهجرين والنازحين وإعادة الإعمار في المناطق المدمرة. لكن ما يعرقل هذا هي الأطراف السياسية التي تستغل هذه الملفات. الأطراف السياسية أم المرتزقة سيد شتيبة؟ هناك من يتحدث ما يعرقل هذا الملف هي المرتزقة في البلاد، وهي المعضلة الكبيرة في البلاد. لن يتم التوصل لأي تفاهمات إن كان على مستوى المصالحة الوطنية أو مسائل أخرى سياسية في البلاد دون حل هذا الملف. ما وجه ذلك؟ ملف المرتزقة أو الملف، دعنا نتحدث عن الملف الأمني بشكل عام، عدم توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإبقاء المرتزقة يعني بشكل واضح في ما بعض المناطق، خاصة مناطق الوسط ومنطقة سرت والجفرة التي يسيطر عليها خليفة حفتر. هذه الملفات لا تؤثر على ملف المصالحة بالدرجة الأولى، بل تؤثر على ملف المسار السياسي والتوجه للانتخابات. يعني هذه التشكيلات المسلحة يمكن أن تعطل أي عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات نزيهة وشفافة. كيف يمكن للمرشحين السياسيين والنشطاء الإعلان عن برامجهم ونشر أفكارهم بدون عقبات أمنية تحد من نشاطهم في تلك المناطق؟ نحن الآن نشهد حراك سياسي كبير في مدينة طرابلس، حيث تم إشهار أكثر من 102 حزب سياسي استعدادا للانتخابات القادمة، وبعضها أحزاب يعني هي يعني يشكلها من أطراف من شرق البلاد، لكنهم فضلوا إشهارها في غرب البلاد، يعني مؤتمرها الإشهاري في غرب البلاد بعيدا عن المشاكل الأمنية في شرق البلاد. وهذا يعطيك صورة واضحة بأن المناطق شرق البلاد وجنوبها لا تزال خارج سيطرة الحكومة، وأنها لا زالت تخضع لبعض التشكيلات التابعة لعملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر، وهذا الخطر الأساسي للمسار السياسي وتشكيل يعني والاستعداد للانتخابات والبرامج التي تسبق. ايضا هناك مشكله القاعده الدستوريه، لا زال مجلس النواب ومجلس اعلى الدوله لم يتفقا على اقرار قاعده دستوريه تهيئ الارضيه القانونيه للانتخابات، وبالتالي نحن يفصلنا على موعد انتخابات اقل من 6 اشهر، ولا زال الجدل المتواصل عبر كيفيه تقسيم ليبيا لدوائر انتخابية، القانون الانتخابي، انتخاب الرئيس بشكل مباشر غير مباشر، وبالتالي هذه كل المشاكل تعرقل التقدم وإحراز أي تقدم في المسار السياسي وصولا. وكل هذه المشاكل والمعطيات والمؤشرات سيدي شنيبة، وأيضا ذكرت بأن بقي أقل من 6 أشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من شهر ديسمبر المقبل، أين تضع ليبيا كل هذه المؤشرات والمعطيات والمشاكل؟ يعني هي تضع الآن نحن يعني في مفترق طرق جديد، لأن الحكومة بعد 24 ديسمبر ستصبح حكومة تسيير أعمال، والشعب مل من الأجسام الموجودة كلها، مجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، النخب السياسية، وبالتالي الشعب يطوق إلى انتخابات تخلصه منها هؤلاء جميعا، وإفراز نخب سياسية جديدة وممثلين جدد للشعب. أيضا المجتمع الدولي يسعى لذلك، ولكن المشكلة هي في الأطراف التي لا ترى في الانتخابات يعني طوق نجاة لها، بل ترى أن الانتخابات ستخرجها من العملية السياسية ومن المشهد الليبي بشكل عام، وبالتالي هي تسعى لإفشال هذه العملية عبر عدة طرق. وبالتالي ما إذا لم يتوافق المجتمع الدولي كما توافق قبل عملية جنيف التي أفرزت الحكومة والمجلس الرئاسي، وإذا ما لم يتوافق المجتمع الدولي وضغط على الأطراف الليبية داخليا بالالتزام بتعهداتها والذهاب إلى عملية انتخابية، سنشهد انشقاق جديد ومشاكل أخرى كلما اقتربنا إلى موعد الانتخابات، وقد تعود الحرب من جديد إذا ما دب الخلاف في الأطراف الدولية التي تحول ليبيا إلى صراع. لكن قبل انزلاق البلاد إلى هذا المشهد والضباب إن صح التعبير، اختتم مؤتمر برلين 2 وكان على رأس تلك الملفات كما ذكرنا، ملف المرتزقة وأيضا تأمين إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد. هل هذا يضع البلاد على مسار الصحيح ويمكن تحقيق ذلك وتهيئة البلاد حتى الوصول إلى ذاك التاريخ؟ ما جاء يعني ما ظهر في منطقة برلين وما سبقه وما تلاه من بعض التصريحات والتحفظات، أعتقد أن منطقة برلين فشل
في يعني إخراج الملتقى المجتمع الدولي كجسم واحد، كجسم متفاهم. فلازالت وجهات النظر متباينة بين الأطراف المعنية، وإذا استمر هذا التباين كما ذكرت أنه سينعكس سلبا على الساحة الليبية، كون أن كل طرف دولي يحاول كسب نقاط جديدة عن طريق الأطراف الممثلة له في الأزمة الليبية. شكرا لكم المحلل السياسي الليبي سيد بدر شنيبة على هذه المشاركة معنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا. من برنامج في المنتصف. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم.